شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ختام بطولة ليتس بادل الدولية، والتي أقيمت منافساتها على ملاعب فندق الريتس كارتون بضاحية السيف. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بما شهدته البطولة من مشاركة كبيرة من قبل اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، مؤكدا سموه أن مثل هذه البطولات تدعم التوجه لتنشيط السياحة الرياضية بما يعزز الجهود لتطوير المنظومة الرياضية بالمملكة. وأكد سموه أن رياضة البادل استطاعت أن تفرض نفسها بقوة في الشارع الرياضي البحريني من خلال ما شهدته من اهتمام واسع من قبل الرياضيين من الجنسين لممارسة هذا النوع من الرياضات، والذي يسهم في تكوين قاعدة قوية يمكن من خلالها تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية لتمثيل مملكة البحرين في مختلف البطولات والمشاركات القارية والدولية، وتدفع لإحراز النتائج المشرفة في هذه الرياضة لتضاف لسجل للرياضة البحرينية الحافل بالإنجازات. وفي ختام البطولة توج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الفائزين بالمراكز الأولى في فئة الرجال وفئة السيدات، مشيدا سموه بالمستويات الفنية المتميزة التي شهدتها المنافسات، متمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في البطولات القادمة.